بسم الله الرحمن الرحيم. المناجات المنظومة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت يا تعطي من تشاء وتمنع إلهي، وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة يرتع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاة الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي يرجو ومن ذا أشفع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فأنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني 1000 حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني
طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي لئن لم ترعني كنت ضائعا، وإن كنت ترعاني فلست أضيع. إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لمسيئين بالهوى يتمتعون. إلهي لئن فرطت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقف وأتبع. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع. إلهي ذنوبي بذت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي فإني مقر خائف متضرع. إلهي أنلني منك روحا وراحة فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا ربي، أم كيف أصنع؟ إلهي حليف الحب في الليل ساهر يناجي ويدعو والمغفل يهجع. إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتبه في ليلي يتضرع، وكلهم يرجو نوالك راجيا لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمع. إلهي يمنيني رجائي سلامة وقبح خطيئاتي علي يشنع. إلهي فإن تعفو
خوف عفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدمر أسرع إلهي، بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهار هم لك خضعوا إلهي، بحق المصطفى وابن عمي وحرمة أبرار هم لك خشعوا إلهي، فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أخضع، ولا تحرمني يا إلهي والسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع، وصل عليهم ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركعوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.